حابة معكم مع ايت سمارت، واليوم دورة لرندا، واليوم بدنا نطبخ بالفطر. صباح الخير رندا. صباح النور ستيفاني، كيفك اليوم؟ كثير منيحة. الفطر دايت لقلنا، الفطر له ما له كثير كالوريز وله كثير حسنات، كثير كثير له فوايد، فدائما هيك انا بحب ذكر المشاهدين فيه، واليوم بطريقة مهضومة رح نذكرهم فيه بطريقة طبخة لذيذة. المسابقة وخبريتك. يلا المسابقة، نحن كنا سائلين سؤال اي في نحاس أكثر، وعلى فكرة الفطر فيها كثير نحاس. فأي في نحاس أكثر، هل هو السمسم أما بذر الكتان؟ والجواب المضبوط هو السمسم. المشاهدين كثير جاوبوا مضبوط مثل ما قلت امبارح، ولكن عندنا رابحه اليوم هي فابيان اسمر. فابيان فيها تتصل على مطابخ بيري لايت من هلا لاسبوعين لتاخذ جايزتها لاثنين بوكسز ماكولات كامله ليومين كاملين. وعندنا المسابقه الجديده اللي هو اي في ملح اكثر، هل هو جبنه الكامامبير اما جبنه الزرقاء بلو تشيز مثل الروكفور والكونغونزولا وهالاشياء. فإذا أو بلو تشيز أو الكامامبير، أنا اثنيناتهم بحبهم. بتحبيهم؟ هلا بنشوف أي فيها ملح أكثر. المشاهدين من هلا فيهم يعملوا جوجل ليكونوا عم يجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف أو دي سي دي سي أو بيري لايت هيلث سنتر. من هلا لأسبوع الجاي كل يوم فيكم تجاوبوا حتى تكونوا عم تربحوا. خبرية اليوم خبرية مهضومة. بتعرفي ستيفاني، نحن كلنا كل إنسان إذا ضل عم يعمل إشياء هي ذاتها بيزهق بالنتيجة، وبالدايت نفس الشيء، إذا ضل بحالة ياكل زيت الأكلات زي عم ياكل زيت الأكلات وحس حاله محروم رح يزهق، وخصوصا الإنسان المحروم بالآخر يمكن رح يرجع يزهق ويخبص. بدراسة جديدة انعملت على رجال، هن كانوا بعمر 25 لل 54 سنة، قسموهم لقسمين، اثنيناتهم عملوا رجيم لمدة 16 أسبوع رجيم. القسم الأول كان 16 أسبوع متواصل رجيمهم، القسم الثاني كانوا كل شهر عم ياخذوا أسبوعين رياحة، رياحة بشكل يحافظوا على وزنهم. فإذا كل شهر بعد الشهر يكون في أسبوعين يكون في ريحة للمحافظة على الوزن. تبين بنتيجة 16 أسبوع و16 أسبوع من الدايت اللي كان عندهم أسبوعين ريحة برجع بشدد ليحافظوا على وزنهم، هول الأشخاص خسروا وزن أكثر من اللي كملوا رجيم متواصل، وبعد 6 أشهر قدروا يحافظوا على وزنهم اللي هن شايلينه أكثر من اللي عملوا رجيم متواصل. هلا نحن بنحكي عن انه واحد ما كان محروم دائما وما فش خلقه، ولكن في شيء بالجسم بيصير وقت نحن نضلنا بحاله رجيم متواصله، الجسم بيعمل ادابتيشن، بيعود حاله على هيدا النمط. فاذا هو اللي بيصير عندنا ادابتيف ثيرموجينيسيس، واللي معناته انه ما بيقعد يحرق وحدات حراريه ليحافظ، كانه هو عارف انه انتم هالقد عم تاكلوا، فاذا انا هالقد صار بدي احرق مش اكثر من هيك. فنحن وقتها كل فترة نكون عم نعطيه كمية أكل، ما ضروري تكون أكل مش صحي، حتى الأكل الصحي ناكله بكمية أكبر، نكون عم نشبع على كل وقعاتنا، مش نحس حالنا بحالة رجيم أو بحالة حرمان أو عم ناكل أقل، ساعتها هون الجسم رح يضل هو عم يحرق ورح يضعفنا أكثر. فهيدي معادلة كمان كتير صحية كتير مزبوطة، ولكن بنصح المشاهدين دايما اللي عم يسمعوني يعملوها مع أخصائية التغذية، لأنه نحن عارفين كيف نحن بدنا نواجهكم حتى وقتا نقولكم ترتاحوا بأكلكم. اوكي موضوعنا، رح نفوت على موضوعنا ونحكي على المشروم. فاذا انا هون رح اعمل سلطه، وهيدي سلطه الفطر كغذاء كامل هي، لانه رح تشوفوا مش بس فطر عندنا. فنحن عندنا هون 100 جرام من الفطر ستيفاني، نحن رح ننقعهم، هول المفروض ينقعوا فتره نص ساعه. فاذا عندنا هون 100 جرام من الفطر حطيتهم انا هون، رح نحط معهم ربع كوب من البصل الاخضر، رح نحط معهم الكزبرة، ملعقتين كبار من الكزبرة الخضراء، رح أحط معهم نص ملعقة من الحار، أوكي صلصة الحار، رح نحط كمان ملعقة كبيرة من الخل الرز رايس فينيجر. كمان عنا بالنقعة، هذه نقعة مهمة، عنا ملعقة صغيرة من صوي صوص اللي هي قليلة الملح، حاطين كمان ملعقة صغيرة من السمسم،
فيكون مثل ما هو، فيكون نحن محمصينه، وحاطين كمان زيت السمسم، ملعقة صغيرة من زيت السمسم وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. فإذا نحن هون صار عنا هيدي الخلطة اللي بتشهي. خلطناهن مثل ما بنشوفهن، لكن البصل الأخضر عنا الكزبرة مع المشروم، كمان عنا هون حطينا زيت الزيتون ملعقة كبيرة، ملعقة صغيرة من زيت السمسم، حطينا كمان ملعقة سمسم صغيرة هيك تقرقشها بيكون طيب، وخل الرز. هلا نحن بعد ما نكون نقعناها رح نحط كمان بوعاء ثاني جايبين الخيار، نص كوب من الخيار، جايبين كوب من العدس اللي هو نحن سلقينه، وكثير في اشياء بتنعمل بالعدس غير المجدره. كمان هون جايبين تلتين الكوب من الكينوا المسلوقه، هون الكينوا جايبتها بلونين، اللون الاحمر واللون الابيض. اوكي كمان بيلبق لهم بدنا نحط لهم حامض، ملعقتين كبار من الحامض هون، وحاطين كمان ملعقة كبيرة من الصويا صوص. هلا بنخلطهم، ما بدنا ننسى نكون معهم لانه بيلبق لها كثير ملفوف. هيدي الخلطة الملفوف، فعندي كوب واحد من الملفوف. فهيدي اعطيتينا فكره. هلا انا بعملها للسلطه بس بلا ملفوف، بلا ملفوف هيك الفوليوم بصير اكبر وواحد بيشبع. وعم تحطي الخضره الخضراء، فنحن بعد ما نكون حطينا هيدي كلها طبعا رح نحط فوقهم المشروم. انا اللي عم بعمله هو عم بعمله لحصه لشخصين طبعا. هلا رح نحكي شو رح احكي عن حسنات المشروم طبعا، ورح احكي عن قديش فيها اخبار مواد غذائيه هيدي الخلطه. فاذا حطيت المشروم هلا بتشهي، هلا حطيتهم مزبوط. هو كلهم كم كالوري رندا؟ هلا وقت نحن نحكي لشخص واحد رح تطلع هي 380 وحده حراريه. فاذا هون عم نحكي ستيفاني عن جد وقعه كامله. عندك كينوا اللي عطت البروتين وعطت شوي من النشويات، عندك العدس اللي عطى البروتين والنشويات، عندك كمان الالياف اللي هي موجوده بالفطر، موجوده بالكينوا، موجوده بالعدس كمان، عندك الزيوت الجيده اللي هي موجودة بزيت الزيتون وزيت السمسم، عندك الخضرة اللي موجودة فيها. فهو صحن كامل من كل المواد الغذائية، بدل انه حد نكون عم وقت نخلص نكون عم ناخذ قطعة فواكه وبيكون هون خلصنا غدا كامل او عشاء كامل مثل ما انتم بترتاحوا. 300 وحدة حرارية هو عشاء مقبول، منه ابدا كثير، حتى لشخص عم يعمل ريجيم 380 وحده حراريه هو عشاء كثير لذيذ. هلا هون كمان بحب اقول انه بتحتوي هالحصه اما للصحن الواحد تقريبا 14.70 جرام من البروتينات، فاذا كميه بروتينات كمان كثير عاليه، وبتحتوي على 11.70 جرام من الالياف. نحن دائما بذكر كل ما كان عندنا الياف 3 جرامات يعني كثير منيح، 3 جرامات واكثر من عندنا 11 جرام من الالياف، فكميه كثير كبيره. ستيف اذا عندي وقت رح احكي شوي عن الفطر. فهون ليش انا اليوم بهالسلد اللي بتشهي ركزت على الفطر؟ الفطر فيه كثير مواد. اولا النبته الوحيده يعني الشيء اللي نحن هو منه نبته بالحقيقه الفطر، بس الشيء اللي نحن بناخده مش من الحيوان، خليني اقول اللي بيحتوي على الفيتامين دي. فهي كل ما الفطر تعرضت للشمس بعدين كل ما هي اخذت فيتامين دي وعطتنا فيتامين دي كثير لذيذ. بالفطر عندنا كمان السيلينيوم كميه كثير عاليه اللي هو مانع التاكسد، عندنا حديد وعندنا نحاس. عم بحكي عن النحاس بهالفتره لانه النحاس شغله كثير مهمه ليساعد الجسم يمتص الحديد. فنحن مش بس بده يكون موجود، بدنا يكون جسمنا عم يمتصه. هون موجوده بنفس الاكله النحاس اللي هي عم تساعد امتصاص الحديد. بنفس الوقت هون عندنا البوتاسيوم وعندنا الفوسفورس. ليش هول مهمين؟ لانه عم يفوتوا على العظام، كمان عم يقووا العظام. عندنا بروتينات بقلب الفطر، فكثير اشخاص اللي هن الفيجنز ما بياكلوا بروتين من المصدر الحيواني كثير بننصحهم دائما يحطوا فطر بقلب اكلهم. هلا مثل ما بتشوف الفطر سيفاني فينا نقصقصه ناعم،
نعمله بقلب الطبخة بدل اللحمة. وفي فطر بورتوبيلو اللي هو كبير فينا نعمله بمثل كأنه هامبرجر، يعني اللحمة الكبيرة، فهو بيستعمل بكذا طريقة. بكذا طريقة. هلأ هون كمان الألياف اللي فيه طبعا هي بتساعد مثل ما قلنا، بتساعد كرمال الرجيم، بتساعد كرمال القلب، وطبعا الوحدات الحراريه اللي كثير قليله اللي هي بكل كوب ما في اكثر من 22 وحده حراريه. هيدا شيء بيقدر واحد ياكله بوفره بدون ما هو ياخذ وحدات حراريه. هلا يلا بدراسات جديده تبين انه في عندنا مادتين بقلب المشروم، في عندنا البيتا جلوكانز هو ماده بقلب الفطر اللي هي عم تمنع خلايا سرطان البروستات انه تتكاثر، فاذا هون قديش هو بيحمي من هالناحيه. لنرجع عند النسوان، عندنا كمان اللينوليك اسيد اللي هو موجود بقلب الفطر، كمان عم يمنع تكاثر، اما عم يمنع الاستروجين انه يعلى عند المراه، فاذا هون كمان هو حمايه لسرطان سرطان الثدي. فاذا بنشوف نحن كيف من خلال تناولنا اكل، الاكل الصحي شيء بسيط بنكون نحن عم نستفيد منه. هلا طبعا وقت احكي عن الفطر بحبوا الفطر الطازه، ولكن سؤال هل هالاشياء موجوده بالمعلب؟ والجواب بدي انهي فيه انه ايه، اذا اضطرينا ناخذه معلب منا غلط، نغسله منيح من الملح ورح يعطينا كمان فوائد. خلينا نرجع نعيد شو حطينا بالسلطه للمشاهدين يلي انضموا لنا هلا. فنحن سلطة نقعنا أول شيء الفطر، جبنا 100 جرام من الفطر وحطينا بقلبه ملعقتين من الكزبرة، حطينا ربع كوب من البصل الأخضر، وحطينا ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من زيت السمسم، ملعقة سمسم صغيرة، وخل الرز ملعقتين كبار. فينا نحط أي نوع خل؟ حيلا خل نحن عنا أي 100%. رجعنا بوعاء ثاني كنا نقعين كوب كبير من كوب من العدس المسلوق، ثلثين الكوب من الكينوا، وكوب من الملفوف، وحطينا ملعقتين حامض معهم كبار، وحطينا ملعقة كبيرة من الصويا صوص. كمان خلطناهم ورجعنا خلطنا كل المواد مع بعضها، مثل ما بتشوفوا البول اللي عندي مش معقول واحد ياكله كله، فاذا هذا البول هو لشخصين، بيحتوي 380 وحده حراريه، بيحتوي على 14 للشخص 380 نعم، بيحتوي على 14 جرام من البروتينات و11 جرام فاصلة 70 من الالياف. ثانك يو رندا على المعلومات. هلا بدنا اكيد نعمل هيك سلطه لانه الريحه بتشهي. Thank you. Have a nice day. منشوفك بكرة على راد مشاهدينا وقفة ومنتابع لك.